أهلا وسهلا فيكم. سؤال بيسألوه ناس كتير، شو أرخص مدينة في العالم؟ وين ممكن نعيش؟ وشو أغلى مدينة في العالم؟ هجاوبكم على كل هالأسئلة بهذا الفيديو، خليكم معنا. في دراسة أخرى لجريدة أو مجلة The Economist عم بيحكوا عن الـ World Cost of Living اللي هو أسعار المعيشة في العالم. طبعا هذا يمكن سؤال كل بيسأله، وين أغلى مكان أعيش فيه، وين أرخص مكان؟ اعتمدوا على عدة أمور وضوابط في إيجاد هذه. طبعا The Economist اللي ما بيعرفها هي أحد المجلات العالمية اللي بتعمل دراسات مشهورة جدا. هذه الدراسات معظمها موثقة وعليها اندكس، يعني بدراسة معمقة عشان تعطيك هذا، وكل ناس كثير بتعتمدها. المدن اللي أخذت أغلى مدن في العالم اللي هي سنغافورة، باريس في فرنسا، هونغ كونغ، زيورخ، جنيفا، أوساكا، سيول، كوبنهاغن، نيويورك، تل أفيف، لوس أنجلوس. طبعا هذا بيحكي عن المدن الأمريكية، إنه أو لا هون كيف ارتفاع اللي صار في الآخر سنوات. هذا يعني يمكن على المدن اللي نزل فيها الرانك، نزلت سعرها، يعني نزلت الأسعار فيها: اسطنبول، بوناريوس، سان باولو، ريو دي جانيرو، أدلايد في أستراليا، ستوكهولم، تاشكنت عاصمة أوزبكستان، بيرث في أستراليا، ويلينغتون وموسكو. هذول نزلت الأسعار فيهم. اللي بيجست موفر أب، اللي ارتفعت الأسعار فيهم، اللي هي نوميا، صوفيا، كازابلانكا في المغرب، مسقط، أبو ظبي، نيروبي، سان فرانسيسكو، رياض في السعودية، هيوستن، كوالالمبور. هاي ارتفعت الأسعار فيهم. يعني خلينا نشوف مثلا مسقط 92 في العالم، مش باد يعني. أوكي، 10 cheapest، أرخص 10 مدن: كاراكاس اللي عاصمة فنزويلا، دمشق، طشقند، ألاماتي، وبنغلور، بنغلور، وكراتشي، لاغوس في نيجيريا، بونيوريس، تشيناي، ونيو دلهي. طبعا نيو دلهي أرخص، تعتبر مدينة الآن في العالم حسب التصنيف هذا. الحمد لله في يعني مدينة دمشق العريقة هنا موجودة رخيصة، لكن أتوقع أنه بسبب المشاكل، لأنه فنزويلا برضو فيها مشاكل غاد. وهذا الآن هون هذا التغيرات اللي صارت بشكل عام. هذه الدراسة ممكن تطلعوا عليها وتنزلوها إذا أنتم مشتركين بهذا الموقع ذا ايكونومست. في كتير شغلات ممكن تطلعوا عليها، مجلة بريطانية مشهورة جدا، وبتعطيك معلومات دائما أول بأول، تبعت لك إياهم على الإيميل إذا في شيء بدك إياه. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو، ونراكم في فيديوهات ثانية. إذا أعجبك هذا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة واعمل شير مع أصحابك.